صباح الخير. صباح النور. بسم الله. الله، قهوتك طيبة اليوم؟ بس اليوم؟ لا مو بس اليوم، كل يوم سبت من أول كل شهر بتطلع معك القهوة هيك. أصبح المفروض إنك تساوي القهوة أنت باقي الأيام، لأنه قهوتك ظابطة بكل الأيام. تكرم عينك، ليش لا؟ دخلك بدي أسألك، مع مين كنت عم تحكي الصباح؟ رنت التليفون زعجتني تمام. أختك عايدة. أختي؟ شو بدها؟ ما بدها شيء، بس عم تسأل عن معاملة حصر القرش شو صار فيها. من الساعة 7 الصبح عم تسأل عن المعاملة شو صار فيها؟ العمل شو صاير بالدنيا؟ شو يعني؟ رح تطير البردة؟ يعني ما بتعرف أختك قديش بصلتها محروقة وبدها تعرف كل شاردة واردة عن المعاملة وبالتفصيل الممل. لك لسه من يومين شفت جوزة بالقهوة وسألني 40-50 سؤال عن المعاملة، يعني من وقتها لهلا ما حلو يصير شي جديد. لك هي معاملة حصر قرش مو معاملة حكم عليه. فهمت هالحكي على التليفون وقلت لها بجوز بشهر زمان ما تخلص المعاملة. ايه وشو قالت لي؟ قال يا ريت تستعجل بالمعاملة قد ما فيك، لأنه في حواليها زبون لبيت كفر سوسة وخايفة يطير من إيدها. هلا دغري لقيت زبون للبيت؟ العمى بقلبها لسه ما لحقت تورته، تستنى لتورته وينكتب باسمها بعدين تلاقي زبون. علم الله يا نادية، كنت متمني من أبي الله يرحمه إنه يحرمها من الورثة وما يكتب لها شي بنوب. مو حسد أو ضيقة عين لا سمح الله، لا، بس لأنه ما بتستاهل، حسودة وعينها ضيقة. لك يخرب بيت قلبها، عندها عواض البيت 7، عواض الأسطوح 6، عواض السيارة 2، عواض المحل 3، ولسه لحقتنا لهون؟ لك جوزها مليان، معبى مصاري. لك يعني لك إذا نفخ على البيض بيقليه. يعني شو بدك تساوي؟ اختك هيك عقلها. لا واللي قاهرني يا ناديه انه لما كان ابي بالمستشفى الله يرحمه ما كانت تزوره الا كل 4-5 ايام مره. وعلى شو؟ اليوم فاضيه واليوم مالي فاضيه، وهلا لما صار في ورثه فضيت الخانم وصارت خاليه اشغال وصارت تدق لنا على البيت كل يوم الثاني تليفونات. معك حق تحكي هالحكي يا اسامه، لانه الشيء الطبيعي انه يفيق الواحد الصبح يروق دمه بفنجان قهوه مثل هالعالم والناس، الا نحن مننام على سيره المعامله ومنفيق على سيره المعامله. طيب وبعدين؟ ايه والله طيرت انا الثانيه من هالقصه، لا على اخر الزمان طلعت لي ضره اسمها معامله حصر القرش، يعني لو كنت سلمتها لصغر من قصرتك ما كان احسن لك من كل هالعي. قصرتي؟ ايه والله وصلتي. قصرتي مو فاضيين يشتغلوا فيها، بس فاضيين يورثوا. ايه نادية، انا رح البس وانزل على الدائرة المعطانية، بدك شيء؟ جاي على الغداء؟ ايه رح اجي، رح اقضي نهاري كله ورا المعاملة وبرجع مع انصراف الموظفين. ايه الله ييسر عليك. شو بدنا نعمل؟ صباح الخير استاذ. صباح النور. يا ترى شو صار بهالمعاملة؟ انا من نون. لا يا استاذ شو نسيتني؟ وشك ما هو غريب علي، بس عدم المؤاخذة وين شايفين بعضنا نحنا؟ أنا أسامة بقدونس، صرت جاي لعندك أكثر من 10 مرات. أيوة ذكرت، أنت إلك معاملة حصر قرش عنا. بالضبط. يا أهلا وسهلا فيك، دخيلك لا تأخذني، يعني قد الواحد ما بيشوف معاملات وما بيمر على راسه بشر، إيه بتتخربط ذاك أنتو. الله يعطيكم العافية، والله شغلكم مهين. الله يعافيك، ما هيك يا أهلا وسهلا، شرفتك، ليش وقفت أنت؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. يا ترى شو اخبارنا؟ اخبار معامله؟ إيه لحظه صغيره بس، لان الواحد مخه مو دفتر، بتعرف يعني، ونحن ما بنشتغل على الكمبيوتر، ما بنشتغل على الكمبيوتر، نحن لساتنا على القديم. لحظه صغيره عينك شو بدك معامله؟ اذا بدك، لان الواحد ما بيعرف شو بده يصير معامله، ولا شو بدك تعرف؟ لا ما بقدونس ما هيك؟ اسامه بقدونس. قلت لا ما بقدونس، قلت لا ما بقدونس، قلت لا ما بقدونس. ليك ما حكيت عروش عم دور تحت انا، العمى ما اخباني. بسيطه كبعبه. شو بدنا نسوي؟ كيف لك وين صرنا؟ كثير كويس، كثير منيح، قطعنا شوط كبير فيها هذه المعامله. ايه بكى؟ يعني رح تخلص؟ ايه لا مو لهالدرجه انت الثاني، على شو مستعجل؟ بدها شوية وقت مسألة. ليش شو ناقصها؟ ها يا سيدي، أول شيء بدنا خلاص قيد عقاري.
راشدين مصدق اصولا وبراءة من المالية دخل الورثة وبيان عائلي مصدق من النفوس وشوية اجراءات ادارية تانية ببقى بلك عليها بوقت انا. الله وكيلك عم يداوم مثل الموظفين كل يوم من الساعة 8 وما بيرجع للثنتين. وان شاء الله في نتيجة بعد هالتعب. ما منقول الا ان شاء الله. الله يصلحه اخي، كان يسلم هالمعاملة لشي واحد يمشي له اياها، مو اريح له؟ واحد مثل مين؟ ايه ما حدا فاضي فيكم. لك ما عم بحكي عنا، قلة معقبين معاملات بالبلد، اي معقب معاملات بتعطيه المعاملة بياخذ قرشين بسلمك اياها خالصة مخلصة ومن ما جميعه. اخوك حب يوفر عليكم كم قرش، قال بيمشي المعاملة بايده، احسن ما يدفعكم مصاري. ايه هلا بيناتنا مصاري انت التانية. لا ابدا. الله يصلحه اخي شو بيحب التوفير اللي ما له طعم، يعني مشان يوفر علينا شوي، رح يروح علي زبون تبع كفرسوسي. المهم ما قلتي لي وين صارت المعاملة؟ عم يشتغل فيها. يا حسرتي عليه، عم يفعي فعي مثل الزنبرك بدوائر الدولة كل يوم. صباح الخير. صباح الخيرات أمل. شو ما ذكرتني؟ عدم مؤاخذة، والله وجهك مألوف كثير علي، بس ذكرتي ما عم تسعفني، ما عم تسعفني ذكرتي. أنا أسامة بقدونس، وإلي عندكم معاملة حصر قرص. أيوة ذكرتك ذكرتك، أهلا وسهلا أستاذ أسامة، يا بيت مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبتين، شفتك ليش واقف، أهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا. يا أهلا وسهلا. شلونك أنت؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، بشكر الله. الحمد لله يا ربي. قل لي شو صار بالمعاملة؟ معاملة ما بدي أجاوبك، ما بدي أجاوبك على عماها، لأنه عقلي مو دفتر لا تأخذني أخو أسامة، عقلي واحد مو دفتر لأنه. يعني لو كان كمبيوتر عقلي كنت جاوبتك، بس مو كمبيوتر عقلي. قالوا والطلبة بدنا نجيبوا كمبيوتر، بس ما بعرف أنت تجيبوا كمبيوتر، أنا ما بعرف أنت الوزير، ما بعرف. أسامة بقدونس، أسامة بقدونس، أسامة بقدونس. تحتك وينها؟ عم دور عليها تحت وهي عم تشوف الصدف شو؟ الحمى ما أخبرني، كبر على بعض. إيه سيدي؟ يا سيدي طمع طمع، إخراج القيد صار جاهز، تكرم عينك، اليوم ببعث لك إياها على التصديق تكرم. عظيم جدا. إيه لك يعني معاملتك صارت جاهزة. وعليكم السلام، يعني وصلت اليوم إلى التم، وين كنا وين صرنا؟ إذا بتريد شوف لنا هالمعاملة. معاملة؟ ايه سجلها بالديوان، حط لها رقم وتاريخ بعدين تعال عندي. حاضر، السلام عليكم. وعليكم السلام والإحسان. يا أخي الناس هون عندها جهل فظيع بالأمور الإدارية وطريقة تسيير المعاملات، يعني بدك تمسك الواحد من إيده وتقول له وين يروح وين يجي. شي بيجيب لك ورقة بلا تصديق، بلا تصديق بيجيبها، شي بيقدم طلب بدون ما يسجله بالديوان ويحط له طابع. شي بيكون نفوسه بعين تغمى بيجيب لك ورقة من مختار عزبي. يعني لازم ما بعرف والله العظيم شو اخذ هالحاله، لازم يعني يعملوا برامج توعيه للمواطنين بالتلفزيون عن الطابو مثل ما عم يعملوا برامج صحيه وتربويه، شو المانع يعني شو المانع؟ سيدي معك حق، بس كمان في بعض الموظفين بيبخلوا بمعلوماتهم عن المواطنين. صح معك حق، بس مو كل الموظفين ها؟ مو كلهم. انا من جهتي ما ببخل بالنصح والارشاد على اي مواطن. برد على استفسارات وتساؤلات الكل، حتى لو كان الموضوع مو مصلح اختصاصي، برد. سيدي واضح، لأنه ما شاء الله كان، عليك روح مطاطة كثير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ترى معاملتي، شو بدها بعد تصديق إخراج القيد؟ ها أنا هلا تنيني رح بكتب لك عليها حاشية، بعدين بأشهد عليها رئيس القسم، بعدين على النفوس، دغري على النفوس. لا حول ولا قوة إلا بالله، باقي شغلتنا طويلة. لا طبيب بلا شيء انت التاني، عاد شو مستعجل؟ عم نكسب شوبتك اليوم ولا مليت منها استاذ؟ اعوذ بالله لا يمل. بتصدق بالله؟ امنت بالله. اليوم يلي ما بتجي فيه لعندي انت، شو بقول لحالي؟ وينه يا ترى الاستاذ اسامه بقدونس؟ ما بين عني اليوم، ما بين. صدقني القلب على القلب، عم بستفقد لك يوم اللي ما بشوفك. الله يخلي لي اياك، تسلم لي الوجه العلوي الهي. دخيل عينك شوف لنا الورق. ايه على عيني وراسي شو عليه؟ ايه يا اخي هي بدها تحويل من دائرة الكشف والمعاينة، مين بعتك لعندي لهون؟ فرع صادق. لا اخي، أول شيء بدك تروح على الكشف والمعاينة بعدين تجي لعندي. وبعدين؟ لح من هون لبعدين فرج رحمي، وقت بترجع بنقول لك، على شو مستعجل أنت؟ على شو بدي أفهم بس؟ طيب شكرا. عفوا، أهلين أخي. أخي فظيعين فرع هالصادق، فظيعين كثير، أبي يدف شغلي بهالمراجعين كيف ما كان، يعني لحد هلا ما كانوا يفهموا انه هي حالة الالتماس، بدها تمرق على الكشف والمعاينة بالأول بعدين تجي لعندي لهون. معلش أبو هيثم، بدك تطول بالك،
طيب شو رايك هلا تشرب معي كاسه شاي هيك يعني اكرك خمير شاي عجمي على اصوله؟ سيدي ما في مانع. يا على عيني وراسي. لو بطقي ما راح بوسك وما راح طالع نفوسك. بتصدق يا نادية انه صرت انا وابو هيثم من اعز اصحاب؟ مين هذا ابو هيثم؟ ابو هيثم ما غيره الموظف اللي حكيت لك عنه. شيء طبيعي يصير هيك لانك عم تشوفه كل يوم وتقعد معه اكثر ما تقعد معي. بصراحه يا نادية ابو هيثم حباب وظريف وبيحب يخدم، مو مثل باقي هالموظفين اللي بيحكوا من راس من اخيرهم ولا بتاخذي منهم لا حق ولا باطل، واذا فرضنا ردوا عليكي بتحسي يا منيه يا صدقه. اشكر ربك اللي وقعك بين ايدين موظف مثل هاد، والا كنت طفشت من اول يوم. يعني لما بتلاقي بهالايام هيك موظف هي لحالها نعمه كبيره. ايه ناديه ما بينت اختي عايده؟ ما شفتها، مدري شو قصتها، بس اكيد بكره بتنبقلي من الساعه 10 لتسالني على المعامله. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين معك. اهلين اهلين. يا اهلين وسهلين معك. كيفك اخي ابو هيثم؟ الحمد لله شرف تاح. اهلا وسهلا ومرحبا. والله العظيم انا طول نهاري قاعد من القضبيه يا اخي، بشي بضيق دخلها، بس شو بدي اسوي هيك شغلي. ايه انت قل لي، صار لك زمان ما بينت ناحين شغل بالي عليه. كنت عم طالع براءة الذمة من المالية. ايه عظيم كثير، كثير حلو، وان شاء الله خلصتها. صارت جاهزة. تفضل. عظيم كتير، وهي انا بدوري رح اضم لك يا اهل المعامله. ايه سيدي، شو ناقصها لسه؟ ما بقي شيء غير توقيع المدير العام. يعني اليوم ممكن يوقعها؟ يا عيب الشوم منك يا استاذ اسامه، ما بتخلص اليوم. ليش بقى؟ المدير العام مو هو. يعني ما بيرجع اليوم؟ سيدي لا اليوم ولا بكره، بده 10 ايام ليرجع من مهمته بباريس. معلومات عم يحضروا هنيك مؤتمر عم تنشيط وتفعيل الروتين بالبلاد النامية ونحن بالجملة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما في حدا يوقعها بداله؟ هالمعاملات هي بالذات أخي أسامة مو مخول حدا يوقعها على بعضه، يعني ما بتخلص بصريح العبارة. التاريخ الطابو مالك علي يمين تحدفني، في معاملات ما تصحبها، نفخوها يعني، ما تلاحوا ولسه ما خلصيت، بلشوا فيها شباب وختيلوا ولسه ما خلصيت، ما خلصيت شو نعمل لهم يعني؟ معقول؟ شو هالحكي؟ إذا كان عمي طابو هالطابو مو بحكي لك بده التأني والتذوي وطولة بال على البيكار، ما بده هوشنة وعصبية وبصري محروقة. سيد أسامة شوف، شايف هالكيس هاد؟ إيه شايفه، شو في هاد؟ حطب؟ لا شو حطب، أنت التاني بزعل منك ها؟ لكان شو في؟ هاي معاملة إزالة شيوع للحجة أمينة بنت محمد عبد البوبيضي. ها ليكن اسم مكتوب عليها بالقلم الأشرح بالقلم الأزرق. وقديه صار لها هاي؟ يا سيدي هاي صار لها قبل ما أتوظف أنا بالطابو بثمان سنين، يعني حوالي 45 سنة صار لها. أوف 45 سنة ولسه ما خلصي؟ لك حبيبي الطابو ها طابو مو مسخرة مو أنقلة، في أموال في حصص بدها تنتقل من اسم لاسم وشغلات كذا كذا. الله يرضى عليك. طيب استنى سيد أسامة، شايف هالمعاملة؟ هلا هاي معاملة؟ لك شو هي شو البطاطا؟ يا سيدي هاي معاملة حصر إرث للمرحوم أبو راتب ابن جميل أفندي الذهبي، ويلي جنبها هاي اسمع لحظة هي معاملة التركية تبع الحج أمونة بنت الحج أبو جابر بطلني. وقديه صار لهي؟ هي من زمن فرنسا. هالمعاملة هي كانت واقفة على توقيع المندوب السامي.
لما صار الجلاء طعض المندوب السامي وهدى الاستقلال وصفية بلا توقيع لحد هلا. الحق بايدهم يا اخي، المندوب السامي ما فوت غيره بالتوقيع قبل ما ينسحب لبلاده، يعني الشغله فيها مسؤوليه مو ضحكه لعبه. طابوا ها طابوا. لحظه صيد اسامه، شايف هالشوال هاد؟ وشو قصتها هاي؟ هاي معامله من زمن السلطان عبد الحميد. لك انت شفت البنايه المهبطه يلي صار لها هالحاله 60 سنه؟ انو بنايه هاي؟ يعني وين موقعها؟ باكبر شارع بالبلد معروفه، وهالمعامله بتخص هالبنايه، وهالبنايه عليها نزاع. مات المورث، ماتوا الورثه، لحقوها للاحفاد واحفاد الاحفاد، ولسه ما خلصت معاملتها. وانا والله يعني لاقول لك بصراحه عم حاول خلصها بهالشهرين. هلا ما خلصت بستين سنه وانت بدك تخلصها بشهرين؟ ولو استاذ اسامه، يعني نحن ما لنا معبين عينا؟ يعني بعدين المعامله استكملت وراءها، كفاها الله. والسفاده التركيه سفاده ساعدتنا ما قصرت. ليش بدك تسال؟ ليش بعرف؟ لانه اصل الملك لواحد من بيت اورخان من تركيا. هذا من تركيا. سيدي الله يبارك بهمتك. وهلا بالنسبه لي شو لازم اعمل؟ يا سيدي انت معاملتك خلصت، خلصت يعني شغلتك موقفه على توقيع واحد. ولا سيدي اسامه يعني خلاص مليت منها وبدك تحمل هالمعامله بقى سيدي بتمشي؟ اعوذ بالله، مين قال هالحكي؟ اصلا انا اللي مهون علي مصيبتي انك موجود. يعني انا فرحان من كل قلبي لاني كسبت صديق مثلك. ايه هذا الحكي اللي بنسمع. اذا سمحت يا اخ. نعم. في لي عنكم معامله. معامله على باسم مين؟ باسم طالب حسني. طالب حسني، طالب حسني. ايه زكتها، زكتها عليك المعامله عندي، بس ناقصها. ناقصها. شو ناقصها؟ يا سيدي بدك توكيل من اخواتك، يعني يعني من كل الورثه من عند كاتب العدل. توكيل جاهز؟ جاهز عظيم جدا. لك قال اكتب استدعى جديده، روح سجلها بالديوان. تعال تعال ديوان. ماشي. الله يرضى عليك. الكل ابان. يا اهلين بهالوش الحلو. سهل وسهل. دخلي وشو صار بزبون كفرسوسي؟ خليه ينبسط جوزك، طار الزبون. لا تزعلي ولا على بالك ولا يهمك، هيك نصيبي. بس اسمعي لقلك، قولي له لجوزك انه في هلا زبون لقطه لاسطوح الهامه. ايه؟ ليش اسطوح الهامه من حصتك؟ في لي منه ربع والباقي لاختي فايزه. وفايزه قبلانه تبيع؟ ايه ميتة موت على ما تبيع. قولي له هالحكي لجوزي، المهم تخلص هالمعامله بقى، خلينا ننفرش. حاضري. مع السلامه. مرحبا ابو هيثم. يا ميت اهلين وسهلين. مرحبتي. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. مرحبا. يا اهلا وسهلا. لك ادود. لا انا شددك والله. شددك حلي سيمونك باردين وصراب. يا اخي اتسردي بس تعي والله زعلان منك. تمام لانك صار لك ما قاطعني اكثر من كم يوم. ليش هيك؟ والله شئت لك. لك وانا كمان شئت لك، بس شو بدنا نساوي؟ مش شاغل الدنيا. اي والله مني. اجى المدير العام؟ لا لسه ما اجى، بده اربع ايام ليرجع. شو هالحكي؟ اي والله. قالوا نعم. ايه انا ابو هيثم مزابلجي عم يحكي. شو الحكي؟ قال لا. يلا يلا جاي. خير ابو هيثم شو في؟ قرايبي تركوا لي امامي عن صمام الحاره يلي تحت مني، بدي روح اجيب عظام قبل ما تشطش. انا بروح اجيب لك اياها اذا بدك. لا ولو معونه يعني الله يرضى عليك، انا بروح اجيبها. بس انت هلقتني اياه، عود محلي هون ودبر راسك على ما ارجع. طيب والمراجعين؟ ما بدي شيء، خذ وعطي محلون، ما طول انا 10 دقائق بس. شو الامور ابو هيثم؟ على عيني وراسي. دخلي لعينك، شو في هالورقة؟ حط لها طوابع وخذها على فرع الصادق. طوابع شو؟ طابع مالي ب 20 وطابع شعبي ب 15. شكرا. الله معك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بدي أعمل معاملة حصر قرص، ممكن أعرف الأوراق المطلوبة؟ تكرم عينك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أمور. شو ما عرفته؟ معاون مدير العام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانا مفتش الوزاره.
يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا شرفوا استريحوا، تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا فيكم. انت الموظف هون؟ ايه نعم نعم انا. وهي المعامله ليش على مكتبك؟ هي سيدي هي عليها مشكله سيدي. شو المشكله؟ سيدي احد الاخوه مو اخذين منه وكاله رسميه. وشلون عرفت؟ سيدي قارنت البيان العائلي مع عدد الوكالات طلعوا ناقصين وكاله. وهي شو قصتها؟ هي سيدي هي بدها ورقه من لجنه التحديد والتحرير سيدي. طيب وبعد ورقه التحديد والتحرير شو بدها؟ اخراج قيد عقاري، بعدين حاشيه من عندي من هون وتحويل القاضي العقاري، وبعد ما تطلع من عند القاضي العقاري ايه طيب بدها ناخذها طيب اوكي. طيب شوف لي المعامله ليش واقفه عندك؟ سيدي هي عليها مشكلة صغيرة. وشو مشكلتها؟ أخذين ورقة مختار من غير محلة، يعني أصحاب المعاملة بكفر سوسة وأخذين ورقة مختار من الحجر الأسود. وشو فتوى هيك حالة؟ سيدي تغيير ورقة المختار وتصديق على ختم المختار من البلدية ورقم وتاريخ جديد بالديوان. عظيم كثير. يبدو أنك موظف عتيل، كم سنة صار لك هون؟ أنا صار لي 37 سنة سيدي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. إذا بتريد اصرف له مكافأة نص شهر. كتر خيركم سيدي، فضلتوا. عفوا، أنت شو عم تعمل هون؟ أنا لي معاملة هون. شو اسمك أنت؟ أنا أسامة بقدونيس. وين معاملة الأخ؟ ليك هون سيدي. هي هي سيدي، قال بدها توقيع من المدير العام والمدير العام مسافر وما حدا مخول يوقع عنه. ما بيصير هالحكي، شو ما حدا مخول؟ استاذ اديب وقعها انت اذا بتريد، وهلا ببعث لك كتاب تفويض من الوزاره. تفضل سيدي. يسلم ودياتي، طول عمرك استاذنا، الله يخلينا اياك الهي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا، شرفتوا، الله معكم سيدي، الله معكم. لك لو لا وين انت يا استاذ اسامه؟ والله وجهك صار خير عندي، هبط قلبي لما شفت مفتش انا بالاول. ابو هيثم ايه يطلع لي نص المكافأة ها؟ ايه ليش بقى؟ على قولة رجال الاعمال 50-50. ألو مرحبا، سنترال؟ أعطيني 400 من فضلك. ألو؟ مرحبا مدام، فينا نحكي مع الأستاذ خالد شوي؟ مو موجود؟ حضرتك مدامته؟ إذا ممكن تبلغيه إنه روايته صارت جاهزة. إي نعم، إي نعم، خاصة الطباعة. بقى إذا ممكن يتفضل لعنا لحتى يستلم النسخ. على راحته، ما في مشكلة، إمتى ما حب يطلع أهلا وسهلا. بس المهم يأمن المبلغ اللي اتفقنا عليه، 20 رشادية يا مدام. تسلمي يا خالو، تسلمي. سلمينا على الأستاذ كتير. أهلين، الله معك. يا عاصم، أخيو عاصم. نعم أستاذ. إذا بتريد خلي الشباب يحزموا رواية تحت الجسر ويطلعوها على سقيفي. حاضر أستاذ. سجلي عندك 4 ذهبات من ابن خالتي نصوح. 4 ذهبات من نصوح و6 ذهب رشادي من أبو عبد الحميد. 6 ذهبات
رشادتين من صهري أبو حبيب. رشادتين أبو حبيب. يا ستي وخمس رشاديات من أختي وفيقة ورشادية تجميع من هالناس. سجلتيهم؟ سجلتهم وغيره. وليرتين ذهب رشادي حق سوارتك، شو صاروا؟ صاروا 20 ذهبة. ها ها عظيم جدا وأنت عيني. وبهالحالة هي بيكون المبلغ اتطبق تماما. طيب وباقي تكاليف الرواية منين رح تدبرها؟ من المبيعات. الزلمة قال لي دبر 20 رشادية دفعة أولى واستلم روايتك، هي دبرت له 20 رشادية. هلا معقولة تطبع روايتك بالدين؟ شو بدي ساوي؟ ما خليت دار نشر بالشام تعتب علي، ما كان حدا يرضى يتبنى الرواية، كلهم قالوا لي نفس الكليشي. أنو كليشي؟ قال سوق الروايات دائر كتير بهالأيام، ما عاد حدا قرى روايات، وقال لو كنت كاتب غير شيء كان ممكن يتبنوا إنتاجي. مثل شو؟ يعني شو اللي ماشي سوقه بهالأيام؟ التطبيل والتزمير لمنجزات الوالي. طيب ليش أنت ما بتكتب هيك شيء؟ يعني ما بيطلع بإيدك؟ لا يا ماجدة، معقولة ما يطلع بإيدي أكتب هيك؟ بس هالشغلات للكتاب الصغار، للمتسلقين على مهنة الكتابة، مو لروائي مثلي. يعني معقولة هيك تكون نظرتك إلي يا ماجدة؟ يعني حتى أنا إذا نويت أكتب هيك شيء المفروض أنت تمنعيني. هلأ هيك كتب بتربح؟ إيه بتربح، وبتصور أنه مربحها مضمون. يعني إذا وزعوها على الدواوين الحكومية ومجالس المتصرفين بلموا بقرة جحي. إلا كان عمل لك شي كتاب أو كتابين من هدول ومن ربح هالكتابين اطبع روايتك، مو أحسن بتغرق حالك بالدين؟ مستحيل أنا أكتب شي مو مقتنع فيه، مو استخفافاً بمنجزات الوالي ولا بالصدر الأعظم ولا بالعمران ولا بالنهضة اللي عم يدعمها السلطان. لا بس أنا إذا كتبت عن هالشي رح يقولك ها خالد عم يلقلق، بده جائزة سنية، بده خلعة سلطانية. شو عم تعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ عم طب الذهبات بالشنطة. وإمتى رح تغير لي هالشنتاية اللي معدتة؟ صار يجيني اكتئاب من شوفتها. ليش شبهها؟ الله وكيلك مال اسطنبول والجلد التركي مشهور، بقى من شو بتشكي؟ ما بتشكي من شي، بس صلي بشوفك حاملها من أيام الخطبة، يعني من 10 سنين. حاجتها خدمة 10 سنين، لو كانت حديد كانت انفنت، حيلة على التقاعد بقى. طالما لساتها عم تقضي غرض ما رح أغيرها. بعدين أنا بتفائل فيها كتير، وشها حلو علي كتير، بخاف إذا غيرتها ينقطع عني وحي الكتابة، بتشرشح بعدين. يعني كان ضروري العذاب لحلب؟ هلأ بكل الشام ما لقيت دار نشر لحتى تطبعها بحلب. هذا جايب حرف الطباعة جديد، جايبه من فرنسا، بعدين هو الوحيد اللي قبل يطبع لي بالدين. وبشو طالع؟ بالقطار، بشو بدي يطلع يعني؟ وشو جاب القطارات على بالك هلأ؟ اطلع بالعرباية. القطار أسرع، بعدين معي مقال لازع، حطيت له رؤوس أقلام وبدي أكتبه بالطريق، قلت لحالي بالقطار ممكن لاقي وقت أكتب. الله يجيرنا من مقالاتك اللازعة، بس إن شاء الله ما تكون متقل العيار وتعملنا مشكلة مثل المرة الماضية. هو بيني وبينك العيار تقيل شوي، أنت بتعرفي مو بإيدي هالشغلة، يعني أصابيعي هي اللي بتحكني. راسك يابس ما في فائدة من الحكي معك. سليم. في محلات القطار حلا؟ في سيدي. الله يرضى عليك. محل واحد بريمو. كرام. عظيم لسه باقي 10 دقايق. شكرا يعطيك العافية. الله معك. Thank you.
ماجد يا رب، وتسهل له طريقه يا رب، يا رب تحميه يا رب. لوين مشوارك؟ على حلب؟ ايه والله. سيران ولا شغل؟ لا والله شغل، عم اطبع روايتي هنيك، روائي انا بكتب قصص. اهلا وسهلا، تشرفنا والله. يا ترى ليش عم تطبع بحلب؟ هنيك الورق ارخص يعني؟ لا مش انه ارخص، بس الي صديق حلبي عنده دار نشر وقدم لي شوية تسهيلات. بعدين يا اخي حرف الطباعة هنيك جديد، جايبه من فرنسا الزلمة. يا عظيم، عملت عين العقل. بدي اسألك سؤال اذا سمحت. ايه تفضل. انا جاي على بالي من زمان اكتب رواية، طاقة براسي هالشغلة. اكتب، مين ماسكك؟ ما حدا ماسكني، بس كنت عم ادور على حدا يدلني على الطريق. اما شي رواية يا استاذ بتبكي دم، كل ارهاق وتعب وهز بدن. ليش عن شو هي؟ عني انا، عن مأساتي مع هالزمن المر، عن معاناتي بالحياة، عن تجربتي مع هالقدر. محسوبك تعذب كتير بحياته يا استاذ. لك اسيدي كلياتنا تعذبنا. ايه بس انا عذابي غير شكل، مشان هيك سميت حالي ابو عذاب. اتشرفنا. بس قبل ما اكتب واتعذب بدي اسألك. ايه تفضل. هالشغلة مربحة يا ترى؟ يعني اذا كتبت قصة حياتي رواية وبعتها بالسوق بتربح؟ حضرتك شو بتشتغل؟ تاجر صواني. انا انا من رأيي بلالك ياها هسوسي احسن لك. وين شنطة؟ وين شنطة؟ انو شنطة؟ شنطة شنطة صغيرة لونها بني، هلا كانت هون. ليش شو فيا؟ شنطة ما بعرف، شنطة شنطة صغيرة فيها الرواية، ذهبات الرواية. اصلي جنى عمري دور منيح على الارض عليك. قوم ابا يا عمي، ما في شنطة. لك شنطة كانت معي هون، شلون ما في؟ لا طير لعالي انت الثاني يا ابو عذاب. دور دور على هوا ما بتذكر. وقت اشيت انت ما كان في بايدك شنطة. لك شلون ما كان في ايدي شنطة؟ لا طير لعالي انت الثاني. الله يرضى عليك. وين بدك تروح يعني؟ لك يا شباب يا عالم يا 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 اي وقفوا القطار. شو الوقف القطار؟ شو قطار عربية؟ ما بقدر يا عمي ما بقدر، انت ما لك حاسس فيني يا ابو عذاب. شو الحكي هذا مصدي؟ انت ما تجيش يا شباب. يا عمي طول البلد. لك يا عالم الله يعينه على العذاب. وقفوا لي القطار، وقفوا لي القطار يا شوفير. لك يا شوفير، لك وقف، لك وقف. مرحبا يا اخي. اهلا وسهلا. شفت لي شنطه صغيره الله يرضى عليك؟ انا شنطه؟ شنطه صغيره كانت معي لما اجيت قطعت من عندك تذكره لحلب. شو ما تذكرتني؟ شو بدي اتذكر؟ لا اتذكر شنطاي بالنيه كاحتي. ما شفت شيء، اعطي دور لغيرك. يا شباب يا شباب، حدا شاف منكم شنطاي صغيره؟ كيف شكلها؟ شنطاي صغيره، شنطاي ايد صغيره الى سحاب مع جنب. شو لونها؟ بني محروق. هو مو مبين لونها لانه كاحتي. شو حاطط فيها؟ شوية ذهب رشادي جنى عمري. قديش يعني؟ يعني شو 20 رشادية؟ شفتها انت؟ لا والله ما شفتها. لكن ليش كثر هالأسئلة؟ العمى ضربك؟ ما في شيء مشان إذا لقيناها نقلك. طلع لك يا أخي. نعم. عمل تنظيفات لقاها برا. لقاها برا؟ عمل تنظيفات شنطة صغيرة؟ شكرا كثير. اليوم سهلنا. Thank you.
يعطيك العافية يا حباب. أهلين وسهلين، الله يعافيك أمور. أولاد الحلال قالوا لي إنك لقيت شنتاي جلد صغيرة. مزبوط، لقيتها جوا بقاعة الانتظار، هي إلك؟ لونها بني كاحت، إلها سحاب مع شنب، مو هيك؟ مزبوط، هاي هي. خي الحمد لله، ألف شكر لك يا ربي، لما كنت إلا لمرتي إنه أنا بتفائل بهالشنطة ما كانت تصدقني. يعني لو كنت مشتري شنتاية جديدة كانت ضاعت. يا سيدي الحمد لله، ألف مبروك، لقيت الشنطة، ممكن تعطينا حلوان؟ إيه على عيني وراسي، تكرم، تستاهل أنت. يسلموا دياتا. تفضل حبيبي. شكرا لك. وين الشنطة هاتا؟ الشنطة مو معي والله. وينك؟ سلمتها لمدير التنظيفات، واقف هذيك الناحية. يعطيك العافية. الله يعافيك، الله معك، شرفت. يعطيك العافية يا حباب. أهلين وسهلين. كملوا شغل يا شباب. حاضر. يلا يلا. نعم يا أخ. دخيل عينك الشنتاية يلي لقاها العامل على المقعد، إلي، قال سلمكن ياها. صحيح أنا استلمتها، وكون على ثقة، ما بدي عنا غرض، لأنه هون نحن حريصين على أغراض المواطن أكثر منه. على كل حال ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيدك على الحلوان. إيه تكرم عيونك، تستاهل. تفضل. وين الشنتة؟ الشنتاية مو عندي. سلمتها لباش كاتب الاستعلامات حتى اخلي مسؤوليتي من الامر. روح راجعه. حول ولا قوه الا بالله. باش كاتب الاستعلامات. خلصتوا يا شباب؟ يلا خلصنا. يلا بسرعه شوي. مرحبا يا اخ. اهلين. حضرتك باش كاتب الاستعلامات؟ نعم. قال الشنطه وصلت لعندكم. مبوع شنطه يعني؟ اي والله شنطه بنيه كاحتي انا سحاب مع جناب. لحظه لاشوف. فيها مصاري مو هيك؟ ايه فيها مصاري. اي اسف كثير، مو عندي. شلون مو عندك؟ مدير التنظيفات قال انه سلمكن اياها وبالعلامه اخذ مني حلوان. مزبوط سلمني اياها، بس انا ما بخلي عندي مصاري، انا مختص بالمفقودات العينيه بس، يعني شنتايه اواعي، كتاب، علبه حلو، اطرميز مونه، هيك شغلات بس. والمصاري اختصاص مين؟ لا تبتهج كثير استاذ، شنتايتك انوجدت ونحن حريصين على المفقودات حرص شديد، ما بضيع عنا شيء، كون مطمئن، المهم انك لقيت الشنطه وان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، شرف. وهي حلوان الشنطة. لو وين بدي روح هلا؟ لعند مدير الصالة بالذات، شنطايتك صارت عنده. شكرا حبيبي، شكرا، يعطيك العافية. شو مواصفات الشنطة قلت لي؟ شنطة بنية كاحتة، إلها سحاب مع جنب. إيه مزبوط مزبوط، فيك شيء. اطمن أستاذ اطمن، نحن عنا هون بالمحطة ما بضيع شيء. ليش؟ لأنه موظفيننا معودين على الصدق والأمانة، والمسافر عادة بيكون ملهوش، بيلحش أغراضه هون وهون، ونحن شغلتنا نلملم من وراء، شو بدنا نسوي يعني؟ هيك شغلتنا. الله يعطيكم العافية، عم تتعبوا كتير، فعلاً إنكم عيون سهرة على أغراض وشناتي المواطنين، الدرع حصين أنتو، شو ما عمل الواحد ما بيقدر يكافيكم. بقدر أستلم الشنطة؟ إيه على عيني، بس أنا الشنتاية طلعت من عندي. طلعت؟ لوين طلعت؟ شلون خليتوها تطلع؟ طول بالك استاذ، طول بالك لحتى فهمك. انا لما استلمت الشنتاية ايقنت دغري ان لحدا من المسافرين. نادينا عليك ثلاث مرات، ما حدا سمع، ما حدا رد. وين كنت حضرتك؟ بجوز كنت جوا بالقطار عم احكي مع واحد اسمه ابو عذاب، مشان هيك ما سمعت. طيب اذا انت كنت ملتهي بالحكي مع ابو عذاب، نحن شو دخلنا؟ اخي المهم هلا وين صارت الشنتاية؟ انا لما ناديت وما حدا رد علي سلمت اصولا للكراكون. ليش؟ لحتى اخلي طرفي من المسؤوليه، مو ناقصني وجع راسي اخي انا الثاني. يعني هلا انا روح على الكراكون؟ ايه هلا روح على الكراكون، بتلاقي شنطتك عم تستناك هنيك مع احد رجال الدرك. شكرا كثير، كثر خيرك. شكرا، يعطيك العافيه. اهلين، الله معك. مرحبا مدام، يعطيك العافيه، أنا مدير النشر بحلب. تأخر علينا الأستاذ خالد. إيش ما بده يجي يستلم روايته؟ اليوم الصبح طلع من الشام. أوه كتير منيح. وإن شاء الله معه المصاري. ممتاز ممتاز ممتاز. شكرا مدام. آسفين على الإزعاج. يا عاصم. لخيو. أيوة أستاذ. إذا بتريد خلي الشباب ينزلوا رواية تحت الجسر من على السقيفة. عراسي أستاذ. 18 19 وهي 20، هدول 20 رشادية. رشادية تنطح رشادية. خذهم واعمل لهم ضبط ودخلهم على الكراكون برسم الأمانة. حاضر سيدي. يلا خذ حطهم بالشنتاية.
ورقة بالشنطة. هات لشوف. بلكي فيها عنوان صاحب الشنطة. اسمع اسمع شو مكتوب اسمع. إن جناب الوالي المعظم أعزه الله رمز مشرق للبلاد، هو النظام المستقر والدستور الآمن، هو الأمل المرتجى للوطن الكبير، هو ورجاله المخلصون الشرفاء الذين يفدون الوطن ويفدونه بأرواحهم، والذين تخرجوا معه من الأستانة وساروا برفقته على الدرب الصعب، وكل ما عدا ذلك من بطانة عثمانية فاسدة وحاشية حاقدة ووجوه مرائية من بعض الأعوان المنتفعين وبعض التجار المنافقين وبعض المسؤولين المرتشين والمطبلين والمزمرين لمنافع شخصية وليس لأهداف وطنية، فهؤلاء يجب خوزقتهم على الخازوق وحبسهم في أقفاص تجول السوق ليتفرج عليهم الناس ويتعظوا. العبا شو ها؟ خير جواد بيك؟ شبكم مثل اللي نغزته مسلة تحت باطه؟ معلوم يخرب بيته، هذا عم يحكي علينا ها؟ لك عم يجيب معدل العصبليين. أنا بفرجيه أكيد رح يجي يسأل على الشنطة هون، وساعتها رح فرجيك شو بدي أعمل فيه. قسما بالله لحطه بالحجر وأعمل من جلده دربكات وإسعاله بالنفي على ديار بكر. قسما عظما لأعمل من لحمه وكبة هبرة. يمينا مغلظا بمجرد ما أمسكه بدي أحبسه بسجن الدم حتى تنشف عروقه ويهرهر لحمه. لك تعدمني أمي إذا فات على هالكراكون غير إجلده 700 جلدة حتى يتفزر جلده ويتكسر عظمه. لك ما بكون جواد بيك السعدلي إذا ما نسيته.